السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هنستعرض مع بعض الحملة الإعلانية الخاصة بمدرسة الريادة، الخاصة بمدرسة الريادة على الفيسبوك والإنستجرام. ده شكل الإعلان اللي بيكون خاص بالحملة على الفيسبوك، بيكون كالآتي: هل تعتقد أن التفوق الدراسي لأبنائك شيء صعب المنال؟ إذا وبيكون بتعليق. ده الشكل الخاص بيه على الفيسبوك. أما الشكل الخاص بيه على الانستجرام بيكون كالآتي، بيكون مكتوب إعلان ممول بيظهر للناس كالآتي، والتعليق والفيديو في العرض. كمان ممكن نضيف حكاية الواتساب اللي ممكن من خلال الإعلان أي شخص عاوز يتواصل معاك مباشرة بيضغط على الواتساب فبيوصله بالواتساب بتاع المدرسة الخاصة بيه. الإعلان ده خاص بتنشيط التسجيل في المدرسة في خلال فترة التسجيل. لو جينا بصينا على الإعلان ده من خلال التقارير اللي احنا بنبعتها للمدرسة، هنلاقي ان الاعلان عدد مرات الظهور 52,000 مرة، 576، وعدد المشاهدات الناس اللي شاهدوا الفيديو 6,646 مشاهدة حتى الآن، 6,646 مشاهدة حتى الآن. دي بالنسبة لحملة الفيسبوك والإنستجرام لتنشيط التسجيل في المدارس. وشكرا جزيلا لكم.